السلام عليكم اخوان، ان شاء الله راكم كامل بخير. عندي مده وانا حاب نوعي لكم في المحتوى. جبت لكم اكسسوارات التليفونات، جبت لكم سماعات لاسلكيه، جبت لكم قدان حاجه هكاك، وباقي لي واحد الاحساس من داخل كاني مانيش قاعد نوعي لكم عليها. اليوم جاتني الفرصه باش ندير لكم مراجعه على واحد الزوج عفايس تقدر تشوفهم من النظره الاولى هكا تقولي ما عندهم حتى علاقه بالمحتوى تاعنا، بصح كي تعرف بلي راهم يتكونيكتاو مع التليفون تاعك تفهم بزاف حوايج. المهم هاد الزوج عفايس اللي راح نحكي لكم عليهم في الفيديو تاع اليوم نقدر نسميهم اكسسوارات، وهادو في زوج من عند شركه انكر المعروفه عالميا. من المفروض اللي يتبعوا الاكسسوارات والعفايس هادو يعرفوا الشركه هذه، خاصه الشواحن تاعهم على بالكم باللي ملاح. والخبر اللي يفرح هي انه الشركه هذه ولا المنتوجات تاع الشركه هذه ولاو متوفرين بصفه رسميه في الجزائر وبالضمان. واش معناها متوفرين بصفه رسميه؟ معناها ولاو عندهم موزع رسمي هنا في الجزائر. واش معناها ثاني؟ معناها حتولي عندهم اسعار ثابته، يعني ماشي قال حاجه تحم تباهنا 200 اللي هي 400 الف اللي هي كيما التليفونات. هادو راح يوليو عندهم اسعار ثابته، اسعار محدده. بعد نشرح لكم كيفاش تشريو وكيفاه يديروا لكم تخفيضات في الاسعار وكيفاش يوصلوا لكم الحوايج تاعكم والشيء هذا كامل بعد نحكيو عليه. واش مولف نقول لكم كالعاده اهبلوا لنا الجام ربي يحفظكم، يعني كثروا لنا من الجامات باش نكملوا لكم في الفيديوهات هادو جماعه، وباش نبدلوا شويه في المحتوى جماعه ديروا لنا جام برك، وابونيو معنا ثاني خليونا نوصلوا للمليون في اقرب وقت كش ما نطلعوا شويه المحتوى تاع الجزائر جماعه كاين غير احنا الاخرين. المهم ما نطولش عليكم، هيا نبداو في الفيديو تاعنا. اول واهم حاجه راح نحكي لكم عليها في الفيديو تاع اليوم اللي هي هذا الميزان من شركة اوفي ولا ما عرفتش كيف يسميوها، وتخدمهم شركة انكر. بعد الميزان هذا اسمه بي 1، وكما تشوفوا من العلبة تاعو بعد يبان كأنه حاجة فخمة شوي، يعني ماشي قال حاجة رخيصة، يبان حاجة اوريجينال. وهذا كي تحلو من باطو وتستعملو استعمال عادي يبان لك شغل الميزان كيما الميزانات الاخرين، بصح كي تكونيكتيه مع التليفون تاعك هذيك حكاية واحدة اخرى. ندير لكم انبوكسين خفيف نشوفو واش كاين في الباطة تاعو، يعني حليتو من قبل وشتو وجربتو كلش، بصح نديرو رواحنا زعما كلي اول مرة حليناه. خليكم مع الانبوكسين. المهم هذا جماعة السعر تاعو هنا في الجزائر 990 الف، ما تحكمش الساعه السعر حتى نحكيو على المميزات. المهم كي نحكي لكم على الخصائص تاعو والمميزات ونحكيو واش فيه نشرح لكم كيفاش تقدروا تشريوه وكيفاش يديروا لكم التخفيض. المهم هاو قدامكم الميزان مخدوم بالزجاج، الديزاين تاعو باهي بزاف بصح لازمك تحافظ عليه وما تقدرش تخليه قدام الاولاد الصغار. المهم بالديزاين تاعو هذا يقدر يزيد لك حتى في الديكور تاع دارك. اول ما تحلو من الباطا لازم تحط له هاد لي بيل اللي تلقاه في الباطا تاعو بعد، وثاني حاجه تكليكي على البوطو هذا اللي من لورا باش ترجع الوحده تاع كيلوغرام، خطاكش ما يكونش مخدوم بالكيلوغرام. بعد حط في الارض ووزن روحك عادي خلاص، ما تحتاج تشعلو ما والو، يعني كي توقف فيه يشعل، كي توزن روحك وتخلص يعاود يطفى وحده، يعني شغل يعطيك راحه خلاص في الاستعمال. واذا حاب تستعمل الميزان تاعك في استعمالات واحد اخرين روح البلاي ستور ولا اب ستور في الايفون، ديليشارجي التطبيق هذا اللي هو اوفي لايف، ادخل فيه حل حساب يقول لك شعل بلوتوث تاع التليفون تاعك، كي تشعل راح يلقى الميزان تاعك يعني ديتيكتيه وحده، كي تكونيكتا مع الميزان اطلع اوزن روحك عادي خلاص، كي يعطيك قداه توزن روح اكليكي لهنا في الحاجه هذه راح يطلع لك 14 قياس، يعني الوزن تاعك ومعاه 14 حاجه وحده اخرى يقيسها لك. نعطيو مثال، مثلا الدهون، الوزن تاع العضلات، نسبه العظام، الدهون المستعصيه هذه، بروتينات، نسبه العضلات، سرعة الحرق تاع الدهون. مهم عرام حوايج راح يقيسهم لك، ثاني حيقيس لك نسبة الماء والبي ام اي هذه ثاني الجماعة تاع السبور وكذا راهم يعرفوا الحوايج هادو. المهم جميع حاجة حاب تعرف على روحك راهو يقيسها لك، والحسابات هادو اللي حيعطيهم لك راح يكونوا اقرب للواقع، يعني ماشي بعاد خلاص، مش حين يكونوا دقيقين 100% حاجة باينة، بصح راح يكونوا قراب على الاخر للواقع تاعك. حتى إذا حبيت تزيد الوزن تاعك ولا تنقص الوزن ولا عفسك كيما هكا، ولا حاب تبدل أي حاجة في الجسم تاعك يعني ماشي غير هادو، حاب تبدل الدهون والعفايس هادو يقدر يعاونك. سما كل شيء تسجل فيه، كل ما تقيس الوزن تاعك وكذا كل ما تسجل لك هذيك الحسابات، يعني مثلا غدوه تزيد تقيس يزيد يسجل لك باش تلاحظ الفرق، مثلا من الغدوه نقصت في الميزان تفيق باللي راك نقص، يعني كل شيء راهو يتسجل في التطبيق تاعك. اذا حبيت تشريه هو ولا اي اكسسوارات واحد اخرين تاع التليفونات ولا باور بانك كابل اي حاجه، نخلي لكم هاد الزوج صفحات، وحده في الفيسبوك وحده في الانستغرام. ادخل الصفحات تاعهم راح تلقى الشيء اللي يبيعوه محطوط في الانستغرام ولا الصفحه تاعهم، واحكي معاهم في
الميساجات عادي خلاص قول لهم حاب نشري هذيك وكذا وراحين يردوا لك ليه وتفاهم معاهم في كلش. واذا حاب يديروا لك تخفيض اكتب لهم الكود هذا في الميساج، يعني كي تبعث لهم تقول لهم انا راح نشري اكتب لهم الكود هذا انيس مطا انكر. المهم هذا الكود اذا حبيتي ديروا لك تخفيض ابعثوا لهم، اذا ماكش حاب يديروا لك تخفيض ما تكتبوش. وحتى يوصلوك الحوايج اللي شريتهم من عندهم باش تخلص هذه العفسه المليحه. اسما متهني خلاص ما تخم على والو. الاكسسوار الثاني جماعه اللي هو هذا اللي سميوه الووكي، هذا ثاني كيف كيف من عند شركه انكر بعد، بصح كي راني نصور في الفيديو دوكا مازال ما توفرش رسميا لهنا في الجزائر. المهم هذا خمس حوايج في حاجه واحده. اول حاجه اللي هي انه ساعه يعني عاديه. ثاني حاجه هو انه ريفاي ولا منبه. ثالث حاجه راديو افام. رابع حاجه بافل يعني تقدر تسمع به اي حاجه. وخامس حاجه هي انه شاحن لاسلكي، يعني اذا على التليفون كيدعم الشحن اللاسلكي تقدر تحط فوق الريفاي هذا راح يتشحن التليفون تاعك. وهذا الشيء كامل في حاجه واحده. استعمالات الاخرى تروح للبلاي ستور ولا اب ستور تيليشارجي التطبيق هذا اسمه ساوند كور تاع الشركه هذه. بعد تدخل في التطبيق راح يقول لك شعل البلوتوث. شعل البلوتوث التطبيق وحده راح يحوس على الووكي تاعك. كي تكونيكتا تقدر من هذا التطبيق تريق للريفاي تاعك حتى الصوت تاعو صباح حنين يعني الريفاي تاعو. وفي هذه ثاني اللي تطلق الصوت تاع المطر زعما شغل باش تعاونك كيما تقول الحوايج هادو تاع لهيه يعني باش تستعملو كبافل تسمع فيه قران ولا غنى ولا اي حاجه حاب تسمعها فيه. اكس كونيكتيه مع التليفون تاعك بالبلوتوث عادي جدا وروح اطلق طول الحاجه اللي حاب تسمعها وراح يخرج الصوت منه طول. المهم جماعه الاكسسوارات هادو اللي حكيت لكم عليهم كيما قلت لكم بالهم اصليين 100% يعني ماشي قال حاجه كوبي ولا عليها راح تلاحظ فيهم غير حوايج ملاح. المهم كيما قلت لكم قبل اللي يحب يشري ثاني اي حوايج واحد اخرين هادو ما يبيعوش غير الانكر، هادو ما يبيعوش غير هاد العفايس، عندهم باور بانكس عندهم قدهن حوايج. ادخلوا الصفحات تاع الموزع الرسمي تاعهم هادو في الفيسبوك وفي الانستغرام، قولوا لهم واش حابين تشريو، اكتبوا لهم اذا حبيتوا ديروا تخفيض اكتبوا لهم انيس مطا انكر راحين ينقصوا لكم في اي حاجه حين تشريوها من عندهم. وكان هذا الفيديو تاع اليوم خاوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذا الفيديو. اذا حبيتوا نوعوا لكم في الفيديوهات ما تنساوناش بالجيم برك. ما نطولش عليكم جماعه، تهلاو في رواحكم.